وألف مبروك، إحنا فخورين جدا إن هذا البحث طلع من قلب مصر من جامعة المنصورة. شكرا جدا لحضرتك، والله انا فخور ان انا مع حضرتك دلوقتي. ممكن حضرتك تدينا فكرة إحنا عملنا إيه وهنوصل لإيه؟ تمام يا فندم. والله البداية كانت عند الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة. تواصلت معاه وقلت له يا دكتور أنا عندي مبادئ لنظرية هتكون طفرة إن شاء الله في علم الأورام أو في استهداف الخلايا السرطانية عن طريق نشاطها الأيضي. والحقيقة دكتور محمد ما تأخرش ووصلني بأساتذة بكلية العلوم وأساتذة بكلية الصيدلة، طبعا على رأسهم الأستاذة الدكتورة أمورة أبو النجا رئيسة قسم الحيوان بكلية علوم جامعة المنصورة السابقة، وهي حاليا أستاذة في قسم علم الحيوان متفرغ طبعا. وبدأنا إن إحنا نشتغل على إننا نعمل عقار بيستهدف الخلايا السرطانية عن طريق نشاط هضمي. خليني أدي حضرتك كده باك جراوند بسيطة عن الموضوع. في تفضل. خلال في من 100 سنة فاتت في عالم اسمه أوتو ويربورج طلع بنظرية حصلت على جائزة نوبل للحقيقة، كان بيفسر بيها التواصل المشتركة بين الخلايا السرطانية أو بين الأورام السرطانية. وقال يا جماعة والله إن الأورام السرطانية كلها أو أغلبها بيمتاز إن هو بيحب يعيش في بيئة أسيدك، بيئة حامضية، وبيئة تكون قليلة الأكسجين. وفي نفس الوقت لاحظ إن الأورام السرطانية بتستهلك جلوكوز أكبر من الخلايا الطبيعية، وده اللي أكدته الأبحاث في المئة سنة صحيح الأخيرة. صحيح غالبا الأورام السرطانية أو الخلايا السرطانية بصفة عامة بتستهلك جلوكوز أكتر من الخلايا الطبيعية ب 200 مرة تقريبا. وده كان الهدف بتاعنا أو التارجت بتاعنا، إن أنا إزاي أوصل مادة بتعمل تسمم للتيومر أو للورم في نفس الوقت المادة دي ما تأثرش على الخلايا الطبيعية عشان ما يكونش لها نفس السايد افكت بتاعت الكيموثيرابي أو الإشعاع أو الكلام ده. طبعا الإشعاع بيسخن التيومر من بره لجوه، لكن إحنا النظرية بتاعتنا أو الفرضية بتاعتنا بتعتمد على إن إحنا خلقنا جزيئات جديدة اسمها جزيئات الجلوكوزيدين. جزيئات الجلوكوزيدين دي عبارة عن جزيء جلوكوز معدل عبر تفاعل استبدال بسيط بين الصوديوم بايكربونات والجلوكوز، أنتج جزيئات جديدة اسمها الجلوكوزيدين. إحنا أول ما نحضرها وأول ما نوصل تأثيرها العلاجي على خلايا سرطان الثدي في 10 أيام. الميكانيزم ببساطة إن التيومر ده إن العقار ده بيخش التيومر يفكك لجلوكوز وإن اللي هي ذرة الصوديوم السامة. ذرة الصوديوم ده بتتحد مع البيئة الوعية للورم وتكون مادة الـ NaOH هيدروكسيد الصوديوم، واللي بدورها بتسخن الورم من الداخل وبتسبب في انهيار. النتائج بقى ان احنا قضينا على 95% الحمد لله من الخلايا السرطانية دي التجارب الأولى على الحيوان. المرحلة الجاية هنعمل ايه؟ احنا جربنا الاول على سيل لاين، دي بدايه اي بحث طبيعي احنا ماشيين بيه بطريقه اكاديميه وعلميه. بدنا نشتغل على سيل لاين في الاول ومن ثم بنزرع ورم في الحيوانات. طيب النوع اللي احنا اشتغلنا عليه نوع من انواع سرطان الثدي في نماذج خلايا اسمها اي تي ام 6. تمام، احنا لما زرعناها وجربنا عليها زي ما ملخص احنا يا دكتور الاستاثولوجي اللي احنا نشرناه في بدون ما البيبر. اقطع كلام حضرتك، معلش انا اسف، احنا شايفين دلوقتي على الشاشة شكل الورم قبل استخدام العقار وشكل الورم بعد استخدام العقار، وازاي قدر حجم هذا التقلص في مدة قليلة جدا. كان ضخم جدا، وازاي قدرنا او قدر هذا العقار في انه يقضي على 95% من الخلايا السرطانية. دي حاجة يعني عظيمة، يعني نتمنى ان هي تنجح على بالظبط يا فندم. الانسان يعني. كمان في مؤسسات بحثية حاليا أصلا شغالة على الموضوع، يعني أحد الأساتذة في دولة العراق الشقيقة تواصل معايا إن في مستشفى طبعا بيشتغلوا بحاجات لها علاقة بالموضوع، بس طبعا مش هقدر أقول كده لأن طبعا الحاجات دي أكاديمية ولازم تاخد البروسيس الطبيعية بتاعتها لحد ما تتنشر كأبحاث. لكن المجمل العام ان احنا حاليا بنشتغل او بنتارجت نوع معين من الاورام سرطان الثدي اسمه تريبل نيجاتيف بريست كانسر، طبعا بالتعاون مع الدكتور عمرو كامل احد الاطباء بوزاره الصحه السعوديه، وكمان هو باحث يعني اكاديمي كويس جدا، ودكتوره اموره ابو النجا. ان احنا بنشتغل على نوع اسمه تريبل نيجاتيف بريست كانسر، والنوع ده مور اجريسيف لانواع السرطان الثدي، يعني اخطر نوع سرطان ثدي لدرجه ان هو بعد الاصابه بيه بسنه او اثنين او ثلاثه بيتطور وممكن يوصل لمرحله رابعه. فاحنا عشان نشتغل على النوع ده محتاجين امكانيات ضخمه بصراحه. اولا من بدايه من النود مايس اللي هي نوع الفئران اللي احنا هنشتغل عليها، الفئران صحيح دي بتبقى معدله وراثيا بحيث ان هي ما تهاجمش الكانسر، وفي نفس الوقت نعرف نشتغل عليها ونطلع نتائج مطابقه للانسان بنسبه 100%. ومحتاج طبعا أجهزة معينة مش موجودة هنا طبعا لسه. اجهزه معينه عشان عندنا تحاليل مناعه وتحاليل جزيئيه وتحاليل كيميائيه وتحاليل استوباثولوجي،
حاجات كتير قوي يا استاذ احمد. انا كماهر ما اقدرش اعمل افاده شخصيه، لان احنا اصلا شغالين بتكاليف شخصيه حتى الان، احنا ما فيش صحيح. مباحثه بحثيه طب معانا معلش، عاوز يعني اسال بالتعاملنا حضرتك سؤال مشغلين. علمي، عاوز اسال حضرتك سؤال علمي بس. حضرتك نشرت البحث ده في الدورية العلمية اللي هي كانسر ادفانسد تقريبا، صح مظبوط؟ البحث اللي حضرتك نشرته وغيرك بيبني عليه، يعني دلوقتي في ناس، طبعا طبعا طبعا، لان دي يعني في احنا كده مبادئ داخلين في نظريه، سبق يا جماعة. يعني احنا لازم طبعا في مبادئ نظريه يا فندم. احنا فتحنا فرع جديد من العلوم اسمه التوكس نيترو ميكانيكال كيموثيرابي، ان هو بيختص باننا نتارجت الورم عن طريق نشاط الاي دي في تعديل جزيئ الجلوكوز. ده اللي احنا فتحناه. البحث بتاعنا اي مؤسسه علميه في العالم تفتح وتشوف الميثود والهايبوثيسز بتاعتنا وتبدا تشتغل عليها طبعا، وتحضر العقار وتجربه على اي نوع من انواع السرطانات الصلبه.